السلام عليكم، نتمنىكم اخواتاتي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم اخواتاتي غنشارك معكم واحد الفيديو اللي غزال ورائع. غندير معكم البطبط عامر وندير معكم الحريره، اقتراح للعشاء غزال وما شاء الله. شارك معكم طريقه ديال الحريره، واخا راني حاطه في القناه ديالي معليش نعاودو نشاركو. البرد هذا وزوينه وطريقتها بسيطه للبنات المبتدئات، غتجيكم سهله ان شاء الله. والبطوط حتى هو غيجيكم زوين وغزال، غير تبعوا الطريقه ان شاء الله وتحصلوا على النتيجه زوينه ان شاء الله. هذه هي الحريره ديالتي اللي رائعه، قرب لكم تشوفوا الشكل ديالها تيجي رائع، الريحه ديالتها طيبه ما شاء الله، شلون ديالها كبير وزوينه. هانتوما البنات، نتمنىكم تجربوها ان شاء الله. هذا هو البطوط ديالي، شوفوا ما شاء الله كيفاش يجي، تيجي غزال. هانتوما تيجي رائع، نتمنىكم تا هو تجربوه، تيجي طريقته رائعة ما شاء الله. نتوما شتو، بسم الله على بركة الله. ندوزو للطريقة كيفاش غنحضرو، غادي يعجبكم ان شاء الله خواتاتي. غير بارطاجيو مع العائلة واحباب وشجعوني وخليو ليا لي لايك لي لايك لي لايك باش يطلع الفيديو، وبيكم نتوما قناتي غتكبر. الله يجازيكم بخير ومرحبا بالقدام والجداد في قناتي، وركوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وشكرا لكم بزاف 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 على التعاليق اللي تتخليو ليا وتتفرحني. الله يجازيكم بخير. ندوزو للطريقه كيفاش غنحضر هاد جوج وصفات، غادي يعجبكم ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. ما عرفتش شنو خواتاتي تنفيلمي معاكم وما عرفتش شنو وقع، تلقيت الكاميرا واقفه. المهم هنايا درت خواتاتي شكل تاع مطيشه اللي طحنتهم، ودرت اخواتاتي زلافه ديال الحمص وزلافه ديال العدس وقطع تاع اللحم اختيار ليكم، والربيع والمعدنوس والكرافس. ودرت معالقه ديال السكينجبير، معالقه ديال الخرقوم، معالقه ديال السمن، الملع على حسب الذوق. درت واحد شويه الكمون تيتواتى في الحريره تيجي زوين، ودرت بصله فرمتها كبيره، ودرت اخواتاتي الابزار راس معالقه. هادو هما التوابل، راه كنت تنفيلمي وما عرفتش شنو هو. المهم انا بغيت نشارك معكم هاد الحريره، غتجي زوينه وغادي تعجبكم ان شاء الله. ودرت ثلاثه المعالقات ديال الزيت النباتيه، وغنديها فوق البوطه تشحر، ومني غادي تشحر ليا مزيان غادي نروي بالماء دافي، ماشي طايب غير دافي، ونخلي واحد طيب ونتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا كل شكلها كيفاش جا. المهم انا غادي نقلي هذا هو الاول، نقليه وندوز نعجن البطبوط اللي غتوا غنشاركو معكم. فيديو واحد غندير لكم فيه جوج وصفات، ونتمنى الله من الله يعجبوكم. وإلا عجبوكم خليو ليا في التعليق، نبقى ندير لكم الفيديوهات بحال هذا الشكل. يلاه خواتاتي غادي ندير العشاء ديالي، ونتمنى من الله تعجبكم. هنا البنات بعد ما تقلات ليا الحريره شفتوها، هي الطريقه ديالها راه زوينه، غديروا كلشي خليتها تتقلى مزيان صافي. الماء هو طايب حدايا، نراويوها بالماء طيب صافي، نسدو عليها وندوزو نعجنو العجينه. صافي دابا غادي نسد حتى طيب ونعاود نوري عليكم. صافي هنا البنات الكوكوط راه شديت عليها تتصفر. هنا عندي الدقيق، عندي هنايا 500 غرام ديال الفورص، وعندي 300 غرام ديال القمح، وعندي هاد المكعب ديال الخميره في 20 غرام بحال معلقه كبيره عامره مزيان، الملح. صافي غنديرو هنايا نخوي عليه شويه الماء دافي باش يذوب، مع خدناها في الكونجيلاتور في نجبه كثيره. هنا البنات هنا في هاد المقيله عندي الملح على حسب الذوق، عندي كميه ديال الشحمه، غندير لكم خبز الشحمه، عندي بصله كبيره فرمتها، عندي الفلفل الاخضر والاحمر، وواحد المزيود ديال الحار حتى هما اللي قرطتهم هكا، عندي الربيع والمعدنوس. غنجيب لكم التوابل هنا خواتاتي، التوابل هاد المعالقه الصغيره عبرت بها راس معالقه ديال الابزار، معالقه ديال السكينجبير، معالقه ديال الخرقوم، راس معالقه ديال قزبر حبوب مطحون، معالقه ديال الكمون عامره، وجوج معالقه كبيره ديال التحميره بحال هذه كتعطينا البنه الخبز ديال الشحمه. وهاد الطريقه اللي غنعطيكم ساهله للبنات المبتدئات، وغتولي تحضروا بطبوط الشحمه ساهل ماهل، غادي يجيكم رائع. المهم انا غندي هادشي فوق البوطه، غندير عليه واحد نص كاس ديال الزيت الروميه،
ربعة المعالق كوك ربعة، وغنخليه حتى يتشحروا ليا مزيان وتذوب الشحمه، وتذوب الشحمه باش تطابق ليا مع هادشي كله. وعاد نزيد التوابل، عندكم حتى الزيتون دير الزيتون، انا ما عندي الزيتون، المهم حتى الزيتون تيجي زوين وصافي. وهنا غادي ندوز نعجن العجينه، وهذه غنردها فوق البوطه، وها نتوما معايا صافي. هنا البنات بعد ما دابت ليا الخميره حيت قلت لكم راها جامده، درت عليها شويه المدافي، عجينه عاديه ديال البطبوط، عجينه عاديه ها نتوما البنات. نعطي السدر تاع الماء وغادي نجمعها. والشحمه ديالتي هي وهذوك الخضار درتها تطيح، ملي تذوب ليا الشحمه وطيب ليا البصله والفلفله، ونزيد التوابل باش ما يتحرقوش، ونديهم ونجيبهم شويه حتى يتلاقوا ليا مع الشرموله، تولي عندي بحال شكل الشرموله. ها نتوما البنات بعد ما دلكتها صبحت على هذا الشكل، ها نتوما ها نتوما العجينه ديالتي، شفتوا ما شاء الله بحال هكا دلكتها مزيان صافي، ما تكونش مطلوقه وما تكونش قادحه بزاف. شفتوا ها نتوما ولات غزاله، غندير لها واحد شويه زيت العود، معايا يلقى بحال هكا ديال زيت العود. كيخلي الخبز يجي رطب صافي، غنغطيه نخليه تختمر مزيان حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. ها نتوما خواتاتي ها الإقامة ديالي هي وجدات، الشحمة تعلكات هي وهداك العطرية وكلشي مشحرة بحال هكا تجي زوينة. وإلا عجبتكم الطريقة نعطيكم حتى اللي ما مشحراش، المهم غير شجعوني خواتاتي، ودائما نجيب لكم غير الحاجة الزوينة والمنفعة. وهادشي دابا راه البرد راه صحي تديروه للعشاء. وهنا خواتاتي ها الخبز العجينة ديالتي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، خليها هذا هنايا، شوفوا تبارك الله هانتوما، شوفوا القوام ديالها كي داير، شوف رائع. نتمناكم تجربوا هاد العجينة راه تجي غزالة صافي. انا غادي دابا نفرش الزيف ونشكل الكويرات ديالي، هانتوما معايا صافي. هنا غنلولو بالعجينة ديالتي، شوفوا تبارك الله ما شاء الله كتجي كويرات قد شنو نتوما بغيتو. دائما ما نجمعوش العجينة باش يبقى الخبز فشفش وزوين، لا بطبوط لا خبز لا كلشي، ما نطفسوهاش نوركو عليها ونعاودو بحال هكا تلوليب، ديرو ليها بحال هكا، نجمعو العجينة عا شوية منخرجوش داك الهواء ديال الدليك وديال يبقى زوين طري صافي. غنخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق ونعاود نرجع معاكم صافي. هنا خواتاتي انا غادي نوريكم كيفاش غنعمرهم، علاش راه ساهلين ساهلين ساهلين، حتى حاجه ما صعيبه، غير نتبعوا التعليمات. ها نتوما هاد الوصاني نخليو ديما طالع، ها هنا هاد الجنب هما اللي نبسطو صافي، على حسب نتوما قداش البطبوطه درتوها كبيره ولا صغيره. الحشوه انا غندير جوج معالق في هاد البطبوطة ديالتي صافي، تنجيب بحال هكا ها نتوما ما شاء الله، والعجينة مطلوقة وزوينة. نتمنى تكون واضحة لكم الصورة صافي، ها نتوما تاني هاد الطريقة تنديرها تنعمرهم كاملين، عاد نرجع نقرص باللولة باللولة. شتو ها نتوما شوفو هاد الاخرى، ولكن هاد الجناب هما اللي غادي نبسط الوسط غنخليه. سهله هاد الطريقه، سهله سهله سهله، بغيتكم تستافدوا منها راه زوينه. كل وحده العبار في يدي، كل وحده غندير فيها جوج معالق صافي. ها نتوما شفتوا كي اللي تيخرج ليه الحشوه كي اللي تيتحلي، هذا نتوما غتابعوني وغتشوفوا، وتيتنفخ وتيجي زوين تيجي رائع. هانتوما غير تابعوا الاسرار، هانتوما تبارك الله ما شاء الله صافي. هنا البنات انا غنقرص معاكم الاولى اللي وريتكم، ها
هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه تيجي زوين وتيجي غزال، غير تبعوا التعليمات من اول مره غينجح معاكم. ساهل هانتوما تم التبساط، ساهل، العجينه نيله وزوينه والحشوه ما تخرج لكم ما والو. نتمنىكم تتبعوا الطريقه، راه زوينه. انا غادي نكملوا بحال هكا كامل ونغطيه، نخليه يختمر واحد 10 دقائق ونعاود نبدا نخبز فيه، نوريكم الطريقه كيفاش جات. صافي هنا خواتاتي، ها الحليله ديالي طابت، ها هي نوريها لكم. انتم شوفوا تبارك الله، ديروا كلشي في خطا، ديروها بالطريقه راه غتجيكم زوينه. البنات مبتدئات ساهله. صافي شديت هنا، شديت الدقيق كاس تاع الفورص ودورته، طحنته مزيان، صفقه العان خدته مزيان. صافي وغادي نبقى نخوي بحال هكايا وندور ما بين ليكم الصوره. نزلك الكاميرا نشوف واش غايدير لنا الكميه ولا غنزيد. صافي كنحس بها بدات تقال في يدي. شوف تبارك الله كيفاش هادشي، هاد الحريره شي معلكه وزوينه. غنخليها طيب 10 دقائق، ملي تغلى نحسب لها 10 دقائق باش ما يبقاش ليا الدقيق خضر. وغادي الدقيق راه غطلع الكشكوش انا تولي بيضه، غنبقى نخليه يطبخ يطبخ 10 دقائق والعافيه مهيله باش يطيب ليا الدقيق. صافي انا بغيتها على هذا الشكل، ما ثقيله ما خفيفه، شفتوا. صافي غندوز دابا نخبز البطبوط نوريه لكم حتى هو ان شاء الله. هنا البنات درت المقله ديالي تسخن، هانتوما خواتاتي البطبوط ديالي بعد ما خمر. هانتوما راه قلت لكم تيتنفخ، شتو تبارك الله ما شاء الله. هانتوما صافي وغنقلبها، تيجي رائع رائع، ما شهيتكم فيه جربوه وغادي يعجبكم. ديروا الطريقه طبقوها هي هذيك وغادي ينجح معاكم وتوليو معتمدين عليه غزال. هانتوما هذا هو البطبوط ديالنا، شوفوا تبارك الله ما قلبت، شوفوا كيتنفخ، راه قلت لكم تيتنفخ وتيجي زوين، تيجي محمر وتيجي غزال رائع. صافي دابا هادي طابس، غنعاود واحد اخر معاكم. صافي كان انا حطيتها دابا ما غنقلبها ما والو، حتى تبان ليا طلعات عاد تنقلبها. هذا هو السر ديالو، تيجي زوين. الحريره حتى هي تطيب، نتمنى من هاد جوج وصفات يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله، راهم رائعين. صافي دابا غنقلبها، هانتوما شو ناجح 100% وزوين. صافي خواتي سينا غنقلبها، هي هي تنفخات جوج قلبات تبارك الله ما شاء الله، شوف كي ناجح. انا هاد الطريقه ديالتي راه تعجبني غزاله، البطبوط حتى يجي فاركم الفوخ بحال ما الحشوه تجي مفرزه فيه كامل. هانتوما شوفوا تبارك الله، صافي غنبقى مستمره بحالك حتى نكمل ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم، تشوفوا الحريره كيفاش جات والبطبوط ديالي كيفاش جا وغتشكروني عليه. خواتاتي ها البطبوط ديالي بعد ما ساليتو، ها الحريره حتى هي الشكل ديالها، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الشكل ديالها كيفاش يجي، تيجي رائع وشهوه منها. نتمنىكم اخواتاتي جربوها، جربوها راه زوينه زوينه زوينه، طريقتها رائعه ما شاء الله، زوينه وتجي غزاله. نتمنىكم تجربوها، شوفوا كيفاش تجي، راها الحريره ريحتها طيبه وزوينه. بغيتكم تجربوها ان شاء الله، ملي غادي تجربوها خليو لي في التعاليق كيفاش جاتكم هالبطبوط. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا كي داير، تيجي مهوي وخاوي وزوين يا خواتاتي. ها نتوما شوفوا تبارك الله، تتجي الحشوه موزعه فيه وخفيف ما فيهش البابه، رائع رائع رائع. ها نتوما شوفوا تبارك الله، نتمنىكم خواتاتي تجربوه، راه زوين ما شاء الله، شوفوا كي داير، تيشهي غير جربوه راه غادي يعجبكم.
وبالسلامة عليكم اخواتاتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وديما مع الجديد وديما الوصفات البسيطة. نتوما غير شجعوني وخليو ليا لي لايك وكومونتير زوين، وبارطاجيو مع العائلة والأحباب، واركو على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. وشكرا لكم وبالسلامة عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ديما مع الجديد.